القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. ما أن انتهت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات المحلية حتى عمت الاحتفالات المدن والقرى الفلسطينية. رام الله كغيرها احتفت بفوز كتلة أبناء البلد في أول انتخابات تشهدها المدينة منذ قرابة 6 أعوام. المجلس المنتخب لبلدية رام الله هو مجلس خدماتي بالأساس لكل مواطني المدينة وساكنيها وزائريها، وعلى مسافة واحدة من الجميع ينسج علاقة شراكة تكاملية وشاملة مع كل الشرائح والقطاعات والمؤسسات والوزارات من أجل مدينة أفضل. برنامج الكتلة الانتخابية الذي تضمن رؤية شاملة على الصعيدين الاجتماعي والخدماتي يقدم رام الله كنموذج يجمع بين الأصالة والحضارة، ويركز على فتح فضاء المدينة على المستوى العربي والعالمي من خلال برنامج الانتخابي في عدة اتجاهات، بالأصل تقديم الخدمة الأفضل للمواطن من خلال توفير البنية التحتية التي يستحقها المواطن من خلال الشوارع، الأرصفة، الحدائق، شبكات المجاري، كل القضايا اللي بيعاني منها المواطن. المواطنون في رام الله انقسمت آراؤهم حول نتائج الانتخابات، إلا أنهم أجمعوا على ضرورة أن تفتح الانتخابات صفحة جديدة تنقل مدينتهم إلى مدينة أفضل. رحنا ننتخب، عرفت كيف؟ طلعنا على ورقة، هذا ما عجبناش، القائمة هذا ما عجبتنا، الاختيارات هذا ما عجبتنا، فروحنا ولا ما عجبتناش حد بصراحة ولا حدا. لازم هاي المجالس تشتغل لمصلحة الشعب والشعب بس، ما له علاقة لا في حماس ولا في فتح. لازم الشوارع يحاولوا يكبروها، المشي في الشارع يكون أكثر من هيك سهل. احنا نتوقع كل خير إن شاء الله، أن تعمل لفتح مشاريع وشق طرق وتلبية شكاوى المواطنين. وفي تفاصيل المشهد الانتخابي تنافست 3 كتل على مقاعد المجلس البلدي 15، حصدت 8 منها كتلة أبناء البلد، وفيما حصلت كتلة رام الله المستقبل على 4 مقاعد، فازت رام الله المستقلة بمقعدين. بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية وفوز كتلة أبناء البلد في بلدية رام الله، يبقى التحدي أمام هذه الكتلة تنفيذ برنامجها الانتخابي وتلبية طموح المواطنين. من أمام بلدية رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.